أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لو شخص مسافر ونفدت نقوده أو سرقت منه وهو في بلد غني ولا يستطيع أن يحصل على ماله لصعوبة أو إغلاق البنوك، فهل يعطى ما يحتاجه من الزكاة ما يرجعه إلى أهله؟ أعيد السؤال. يقول: لو شخص مسافر ونفدت نقوده أو سرقت منه وهو في بلد غني ولا يستطيع وهو في بلده غني ولا يستطيع أن يحصل على ماله لصعوبة أو لإغلاق البنوك، فهل يعطى ما يحتاجه من الزكاة ما يرجعه إلى أهله؟ نعم، هذا ابن السبيل، هذا ابن السبيل الذي انتهت نفقته أو ضاعت أو سرقت ولا يقدر على ماله يأخذ منه، وش يسوى أبوه؟ خلاه يموت ولا يسأل الناس؟ يعطى، هذا ابن السبيل. نعم.